بما ان موسم الجامعات بدا هو يجي، والطلاب بقى لسه داخله بقى الجامعه الجديد بقى لسه طالعه من ثانويه عامه والشغل ده، فالنهارده احنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا 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 في ستايل لبسك وشكلك والاكسسوارز اللي المفروض تلبسها، وهي النضاره. يلا بينا. شباب عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفاف بقدم محتوى في السنه موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. النظارات اذا كانت شمس او نظر، برده ده لا يمنع ان النظارات دي من اهم الاكسسوارز في اللبس، اذا ما كانتش اصلا اهمهم. النظارات دي من احسن الحاجات اللي في الكون. انت لو شكلك جامد جدا بالنضاره هتبقى اجمد واجمد، لو انت مثلا من غير نضاره 2/10 فبالنضاره انت 20/10. محدش يختلف ان النضاره دي شيء مش مهم او شيء ملهاش لازمه، كل الناس متفقه ان النضاره دي من اهم الاكسسوارز في اللبس عندك. مبدئيا كده بس قبل اي حاجه، جو بقى الفيديوهات اللي منتشره على السوشيال ميديا ان هو لو وشك مربع فانت لازم تلبس نضاره مثلثه، ولو وشك مكعبر فلازم تلبس نضاره مدوره والكلام ده، انا مش بؤمن من الحاجات دي بصراحه، مع ان هو ممكن يكون في السيمتريه والكلام ده ماشي شغال يعني، بس انا بصراحه مش بؤمن في الحاجات دي. انت عايز نظاره انزل دور عليها، تفضل تجرب لحد ما تلبس كده نظاره تقول اوبا انت بالنظاره دي يا زميلي هتبقى احسن واحد في الكون. هتلاقي نفسك اتشدت لها كده على طول كده، عايز تجيبها اصلا وخلاص النظاره دي بتاعتك. حتى هتلاقي حتى الراجل بيقول لك طب بص، طب مثلا النظاره دي، طب دي مثلا وشك مثلا عريض فانت خد النظاره دي، انت خلاص بتبقى مخك عايز النظاره دي عشان انت شايف نفسك فيها، بتحس ان هي اتشدت لك كده. اذا كان بقى النظاره بقى مثلثه مربعه واكله نص وشك مخرمه، براحتك يا باشا، طالما النظاره دي لايقه عليك يبقى قشطه هاتها على طول. بتختلف بس من ناس لناس، ان في ناس مثلا مش حابه مثلا النظارات الكبيره علشان بتوجعها مثلا هنا كده في مناخيرها مثلا، زي النظاره دي مثلا لما تيجي تلبسها هي بتبقى واكله نص وشك بس تقيله اصلا، فماسكه على مناخيرك هنا او زنقه على مناخيرك، وطبعا نازله طبعا على خدك والكلام ده، فهي بتبقى بتوجعها، ومفروض اصلا انت بتلبس نظاره عشان الشمس والكلام ده، فلما تيجي تلبس نظاره بتاذيك اصلا، يبقى كده ملهاش لازمه. فبتختلف مثلا من ناس عايزه نظارات كبيره لناس عايزه نظارات خفيفه جدا وصغيره، اللي هي بتلبسها مش حاسه باي حاجه، في نفس الوقت مديها السيمتريه والشكل الحلو جدا. وعليا انا ككريم بصراحه انا بحب النظارات المدوره جدا، وطبعا اللي مش متابعني على انستغرام، انا مش عارف ليه انت مش متابعني على انستجرام، هتعرف انا ليه بيليق عليا النظارات المدوره، ولو دخلت هتشوف اصلا تقريبا كل صوري بالنظارات المدوره، فانا مش عارف انا في عشق كده بيني وبين النظارات المدوره، سيب علينا يعني مش موضوعنا. ومن حلاوه كمان النظارات كمان اللي هي بتخفي العيوب اللي في وشك، بتخفي مثلا الهالات السوداء اللي تحت العينين، بتخفي الحبوب لو انت عندك حبوب في الوش، بتخفي حاجات كتيره جدا جدا، وكمان بتدي كمان فعلا سيمتريه في الوش، اللي هو النص اليمين قد النص الشمال، وده مهم جدا جدا. ممكن كمان تطقم كمان النظاره بتاعتك في الساعه اللي انت لابسها، او في الشوز اللي انت لابسه، او في الطقم اللي انت لابسه. وعليا انا اصلا انا ببني بصراحه لبسي على النضاره، يعني انا مش بلبس وبعد كده بنقي النضاره، لا انا النضاره دي انا هلبسها فانا بنقي عليها اللبس. ده من كتر اهميه الاكسسوارز او النضاره ذات نفسها معايا عامله ازاي. طب تختار بقى النضاره ازاي؟ زي ما قلت لك مفيش حاجه اسمها سيمتريه، مفيش حاجه اسمها اصل انا وش مكعبر فلازم اجيب نضاره مثلثه والكلام ده، لا انت انزل ودور على طول، شوف انت بتجيب النضارات بتاعتك ازاي، وحاول برده ما تسترخص برده في النضاره علشان دي هتعيش معاك. يعني انا في نضاره، النضاره المدوره اللي بطلع بيها على انستجرام دي على طول، بصراحه دي قاعده معايا لحد دلوقتي 3 سنين، وبصراحه في عشق بيني وبينها، وما ينفعش ان انا ارميها او اجيب واحده غيرها. انا بجيب عليها لكن دي الاساس. زي ما قلت لك انزل دور، انزل شوف، افضل نقي والبس عند الراجل كل النضارات اللي عنده لحد ما تلبس كده نضاره، وتيجي تبص كده في المرايه اللي عنده تقول هي دي، هي دي اللي انا عايزها وهي دي اللي انا هشتريها. لكن انك تبقى عايش في البلاله كده ومش لابس اصلا نضاره ومش مهتم اصلا بالمجال بتاع النضارات والاكسسوارز بتاعه الرجاله والكلام ده، ما مش هقول لك الفيديو ده مش ليك، لا انا بشفق عليك اصلا عشان ازاي احنا في 20 وداخلين كمان على 21 ومش بتفكر في حاجه زي كده، وهي اصلا حاجه من اهم 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 الاكسسوارز عندك اصلا. بس ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده، ان النضارات هي من اهم الاكسسوارز اللي ممكن تختارها، وهتبقى اهم حاجه ليك لو انت لسه داخل جامعه جديد. طبعا قبل اي حاجه، طبعا انا عايز اخد رايكم في الديكوريشن اللي انا عامله جديد. انا طبعا قلت ما ينفعش ندخل على السيزون الثالث واحنا ما غيرناش اي حاجه في الاوضه، فقلنا نغير في الاضاءه، لو الاضاءه دي عجبتكم برده قولوا لي، والحيطه اللي ورايا غيرتها، والمكان يعني، وبرده بصور بعدسه جديده، فاحب اسمع رايك في كل ده. وطبعا عندي قناه جيمنج هنزل عليها فيديو، او هنبدا بقى نشتغل فيها ان شاء الله قريب جدا، فادخل اعمل سبسكرايب، هتلاقي اللينك بتاعها تقريبا تحت او فوق مش عارف بصراحه. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي، وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.